يوسف. أستاذ الحبيان محامي في مكناس، مؤسس ديال الجمعية ديال المحامين الشباب في مكناس، ومؤسس ديال الجمعية الإسماعيلية للمعاقين. كل شيء اللي كان في هذاك الفيديو ديال التعريفي، وهذاك معوضه في الجمعية ديال الفروسية، حائز على شهادة ديال الطيران، حائز على شهادة ديال الفروسية القفز على الحواجز. الآن رئيس ديال الجمعية ديال كوديم جيمناستيك، الفرع نتاع الجمباز منذ 1990، أمين المال ديال الفرع نتاع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وضعيفي البصر إلى آخره. هذا هو الأنشطة اللي كندير حنا في مكناس اليوم. انك فهاد الدوله كبير، انا كنشكرهم بزاف، لان انا ما كنتش كنعتبر كاع بان هذا الشيء هذا خاصو لا تكريم ولا اشاده، ولكن قرروا الاخوان يديروا هكا، الله يجزيهم بخير، شكرا لهم. لان حنا كنا كنعتبروا دائما ان العمل الجمعوي هو عمل ناكر للجميل، ما عمر الانسان ينتظر من العمل الجمعوي انه غادي يكون عنده شي حاجه اللي يمكن لها تعوض هذاك الوقت اللي الانسان كيضيعه في داك الشيء، او المجهود اللي تيبدلو اللي خلق واحد الجو اخر، واحد النشاط اخر من خلال العمل الجمعوي في اطار الجمعيات. شكرا لهم، شكرا جزيلا لهم. خلال جمعيه المحامين الشباب مكناس، الله يمتعل يعاونهم ويقوي بدادهم ويقوي الانشطه اللي كيديروا، وانا تنقول لهم وراهم تيعرفوها بانني انا دائما راني راه الاشارتهم، فهم محتاجين لشي حاجه انا موجود معاهم باش نعاونهم ان شاء الله حتى يكثروا هذه الانشطه، لان هذه الانشطه هما الاساس في العلاقات الانسانيه اللي احنا بغينا ننميوها. بلا العلاقات ديال الزملاء والعلاقات نتاع العمل في المحاكم والعمل في الاطار القانوني، كاين واحد المجال اخر اللي هو العلاقات الانسانيه اللي بغينا نقويه ان شاء الله، ويوليو اصدقاء، يوليو اخوان بيناتهم، ويزيدوا بهذا المغرب اللي قدام ان شاء الله. الاسم الاستاذه بلمعطي فتيحه، محاميه بهيئه مكناس، كاتبه عامه مساعده لجمعيه المحامين الشباب بمكناس. اليوم كنا في رحاب هيئه المحامين بمكناس في حفل القرعه الخاص بدوري كره القدم المصغره، دوري التضامن، والذي دابت عليه جمعيه محامين الشباب على تنظيمه خلال سنتين سابقتين، وهذه السنه كانت النسخه الثالثه منه، واللي كتضم 20 فريق ستتنافس فيما بينها للظفر بهذه الدوره، وهذه الدوره اللي سميت باسم الاستاذ القيدوم محمد الحفيان. الجديد في هذه الدورة هو أنه عرف ولادة النسخة الأولى من دوري التضامن النسوي لكرة الطائرة. لأول مرة كيتم تنظيم دوري لفائدة النساء المحاميات بالخصوص، إضافة إلى بعض يعني الإطارات المهنية ممثلة من طرف موظفينها وإطاراتها المهنية، واللي بغينا نوصلوا من خلال رسالة بأن المرأة المغربية عامة ولا المرأة المحامية خاصة قادرة أن حتى هي يكون عندها نشاطها في رمضان، ويكون عندها نشاط رياضي، وتتنافس من أجل الظفر باللقب. القرعة تمت في جو رائع، جو احتفالي، جو مليء بالفرجة والروح الرياضية. كنتمنوا التوفيق لجميع الفرق اللي شاركت، وكنتمنوا بالخصوص للنسخة النسوية لكرة الطائرة أنها تستمر وتستمر، ونشوفوا من نتائج النسخة الثانية والثالثة والرابعة. وشكرا جزيلا. الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بمكناس، أولا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل، الشكر الموصول للمنابر الإعلامية الوطنية على التغطية والمواكبة لحفل قرعة دوري التضامن الرمضاني، سواء القرعة المتعلقة بدوري التضامن الرمضاني لكرة الطائرة النسوية الذي يعني في تنظيم أول نسخة ديالو إن شاء الله، اللي اختار مكتب جمعية المحامين الشباب أنها تكون باسم المرحومة الأستاذة الفاضلة ملكة الشرقاني، كذلك حفل قرعة دوري التضامن الرمضاني لكرة القدم المصغرة في نسخته الثالثة، والذي ارتأى كذلك مكتب جمعية المحامين الشباب على أساس أنها ستنظم باسم الأستاذ محمد الحفيان، تابع تجميع أطوار هذه القرعة، وذلك بعرض
فيديو تعريفي بالمرحومة الأستاذة ملكة الشرقانية، وكذلك بعرض فيديو تعريفي بالأستاذ محمد الحفيان، وكذلك فيديو يوثق ويؤكد للفرق المشاركة في الدورين اللي هي 20 فريق. أنا غادي نبعد في التصريح على ما هو رياضي، كلكم تابعتوه. دوري التضامن الرمضاني نركز على الشق المتعلق بالتضامن، هذا هو أساس وهذه هي فلسفة إرساء دعائم هذا الدوري وإعطاء الانطلاقة في المكاتب في المكتب السابق لجمعية المحامين الشباب اللي عرفت تنظيم دورتين أو نسختين. جمعية المحامين الشباب ارتأت أثناء إعطاء انطلاقة لهذا الدوري، وذلك باتخاذ مبادرات تضامنية. في المكتب السابق تم تنظيم إفطار وحفل لفائدة نزيلة دار الحياة بمدينة مكناس، وكذلك تجهيز فضاء الألعاب وتقديم هدايا العيد لفائدة نزلاء أو الأطفال المتخلى عنهم بمدينة الرشيدية وكذلك بمدينة أزرو، الانفتاح على الطلبة الأفارقة عبر تنظيم دوري تضامني وإفطار لفائدتهم في نادي المحامين بمدينة مكناس. هذا المكتب إن شاء الله كذلك تم توزيع على ما يزيد من 60 قفة رمضانية في الدورة السابقة وفي النسخة السابقة. المكتب عازم إن شاء الله في هذه الدورة، وذلك بمساعدات ومساهمة ممثلي الفرق المشاركة اللي عندنا إن شاء الله 20 فريق في الدورة، على أنه إن شاء الله غادي تكون مبادرة تضامنية كبيرة كبيرة اللي غتعطي الإشعاع لمدينة مكناس، نرجعوا الإشعاع لمدينة مكناس اللي كان عندها للأسف بريقها خفت في هذه الأونة الأخيرة. هذا هو الدور وهذا هو الهاجس الذي نحمله على عاتقنا. شكرا لكم مرة أخرى على التغطية، نلقاكم يوم افتتاح الدوري إن شاء الله يوم الاثنين بقاعة المغطاة بالمسيرة بعد الإفطار إن شاء الله، ستعطى الانطلاقة للدوري، لكن مباريات الدوري ستنضب في ملعب جديد أو في فضاء جديد وهو جولدن فوت اللي كاين في الظهر ديال سوق مليلية. مرحبا بكم مرة أخرى وشكرا لكم. أستاذ الشرقاوي نور الدين، محامي بهيئة مكناس، عضو مكتب جمعية المحامين الشباب بمكناس، المكلف بالملف الرياضي ومدير دوري التضامن نسخته الثالثة. الدوري ديال التضامن هاد السنة غيعرف واحد تميز عن باقي الدورتين السابقتين اللي كانت الدورتين ناجحتين بامتياز. ايضا هاد الدورة هادي كنحاولوا ننجحوها بشتى الوسائل، والحمد لله لحد الساعة احنا ناجحين في هاد الطريق هذا. الدورة كتميز الدورة هادي باش كتميز بإضافة نوعية للدوري النسوي الكرة الطائرة، كيشارك فيه لأول مرة 8 ديال الفرق، وهذا إضافة للهيئة ديال المحامين بمكناس وعموما وخصوصا المكتب جمعية المحامين الشباب في مكناس. ايضا كيعرف انشطه مختلفه غادي تعرفها هذه الدوره هذه، تنظيم دوريات لفائده الاطفال ابناء الاستاذات والاساتذه وايضا ابناء المشاركين في هذه الدوره هذه، وغادي تعرف انشطه لفائده الفئات المعوزه انطلاقا من انكباب الجمعيه على وانفتاحها على المجتمع المدني. الهدف الأول للجمعية ليس الظهور فقط أو لاعب الرياضة في الشق دياله، بل أيضا إضافة نوعية وإضافة لمسة ديال التنظيم الجيد والتنظيم المحكم لمثل هذه التظاهرات. وكنتمنى أن نكون مثال محتدى به على الصعيد مكناس وعلى الصعيد وطني ايضا. وكنشكر جميع المنابر الاعلاميه اللي كتواكب هذا الدوري هذا، والباب مفتوح لجميع المنابر ايضا لباقي مباريات واطوار الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ محمد رضوان، محامي بهيئه مكناس، الكاتب العام المسابق السابق لجمعيه المحامين الشباب بمكناس، مدير الدوره السابقه لدوري التضامن. فقط الكلمة ديالي غنقتضبها، أولا غنتقدم لكم بعدا بالشكر لأن الصحافة نجحت الدوري في دورته الأولى، استطاعت كذلك أنها تنجحوا في دورته الثانية والدورة الثالثة. تبارك الله عليكم، الحضور كان وزين، كنشكركم. النقطة الأساسية اللي نبغي ربما نقول في هذه الكلمة ديالي اللي نبغي نقتضبها
هي أنه ثبت الإخوان على اعتبار أنني عضو الجمعية سابقا وهذه الدورة لست يعني من ضمن الأعضاء ديالها، ولو أنني يعني في اللجنة يعني المدبرة للدوري، ولكن أثبت الإخوان على أن دوري التضامن شأنه شأن يعني المولود ينشأ ويكبر كبر الدوري، تبين التمييز ديالو في هذه الدورة. هذه الإخوان بدعوا وأحسنوا يعني ما أنتجوه اليوم، ما نتوقعه وما نتصوره عن الدوري أنه سيكون ناجحا، سيكون معطاءا، سيكون يعني العطاء ديال الإخوان في الدوري غيكون متميز. نتمنى لهم النجاح ونحن معهم نساعدهم. دوري التضامن الجانب الأساسي واللي نتمنى حتى من الإخوان في الصحافة أنهم يدعموا يعني الجمعية في هذا الباب، هذا هو الجانب التضامني فيه. الجمعية دابت خلال دوراتها السابقة على تنظيم بعد على تنظيم بعض يعني العمليات الخيرية من ضمن توزيع قفف رمضانية، زيارة ديال يعني الفئات الهشة في المجتمع، عجزة، الأطفال المتخلى عنهم. نتمنى الصحافة تواكب حتى هذه الأنشطة بالإضافة للدوري، لأن الدوري كما قال الكاتب العام في الكلمة ديالو الدوري يعني الرياضة هي جزء يسير وصغير يعني في دوري التضامن. نتمنى حتى هذه الأنشطة يعني الاجتماعية والأنشطة الجمعوية والأنشطة التضامنية تواكبها الصحافة. نسخة أولى الدوري النسوي شنو تقول فيها؟ هذه واحدة من الحسنات اللي تحسب للمكتب الحالي، هو أنه في الدورات السابقة كنا كنديروا يعني نشاط مقتضب خلال يوم واحد فقط يعني العنصر النسوي. هذه السنة المكتب أبدع كما قلت وأحسن يعني التدبير ديال هذا الأمر. هذا الدوري النسوي كان يعني نتاج خالص لهذا المكتب هذا، وكنتمناو يكون حتى هو كذلك يعني لبنا غتكون دابا دورة أولى. نتمناو من دابا سنتين وثلاث سنوات نكونوا كنتحدثوا على دورة ثالثة ودورة رابعة، نخرجوا من الإطار، لأن إلا لاحظتوا الأسماء ديال الفرق المشاركة تقريبا كلها مرتبطة يعني بالمجال يعني القضائي باستثناء العنصر يعني ربما الفريق متعلق بالتعليم. نتمناو الدورات السابقة يكون فريق عن الصحافة، فريق عن الصحة، فريق عن القطاعات الإدارية الأخرى، ويكون دوري يعني نسوي خاص، دوري التضامن يكون يعني عنده استقلالية حتى هو ويكون متميز. ولو أننا كنتمناو وغيكون إن شاء الله حتى ديال هذه السنة غيكون متميز كما هو فكرة جميلة ديال هذا المكتب، غيكون نجاح ديالو أجمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا اليوم حضرنا في القرعة ديال فعاليات ديال الدوري ديال التضامن الرمضاني المنظم من طرف جمعية المحامي الشباب، إلى جانب واحد العدد ديال الإدارات المشاركة في الدوري هذا في نسخته الثالثة، وكان كذلك في فعالية هذه القرعة هذه انطلاق مولود جديد ديال دوري التضامن الرمضاني للكرة الطائرة للعنصر النسوي، وهذه بادرة تحسب إن شاء الله في سجل عمل الجمعية محامي الشباب بمكناس. فالقرعة الحمد لله دازت واحد أجواء يعني واحد أجواء ديال الاحتفالية، فكنتمناو صادقين إن شاء الله بنجاح هذا الدوري هذا في نسختيه، النسخة الأولى ديال الكرة الطائرة للعنصر النسوي وكذلك النسخة الثالثة لكرة القدم. فبالتوفيق لجميع الفرق المشاركة، ورمضان كريم للجميع، والسلام عليكم.